عايز استعرض بس حاجه مهمه من الحاجات المحببه كمان ليا في البرنامج، وهو جهود الرقابه الاداريه. يعني بيحصل كده انتعاشه لما بلاقي البيانات بتاعه الرقابه الاداريه بتصدر وبتلاحق الفاسدين. يعني جزء مهم جدا من ضبط الحياه مواجهه الفساد، انه الفاسد ده، لانه الفاسد ده بيدمر بلد على فكره. يعني الفساد اعتقد انه يمثل نفس الخطر اللي بيمثله الارهاب. يعني ولذلك احنا عندنا معركتين كبار، معركه ضد الفساد ومعركه فعلا ضد الارهاب. انا هستعرض مع حضراتكم النهارده القضايا اللي تم ضبطها بمعرفه الرقابه الاداريه، وهي في قضايا يعني مش عابره، لان هي كل القضايا مهمه، وبعدين في قضيه كبيره او من القضايا الثقيله يعني. فاحنا مثلا هستعرض لحضراتكم بسرعه، احنا عندنا ضبط مدير الاملاك الاميريه بالسويس واثنين من كبار مقاولي المحافظه لتهربهم من سداد المديونيه المستحقه عليهم لاراضي حصلوا عليها بالمزاد العالي. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندي ضبط رئيس مجلس إدارة وأمين صندوق وست أعضاء بالجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية. كنت قلت لحضراتكم أنه حزام الزلازل بتاع الرقابة الإدارية وصل للجامعات الإقليمية وبدأ يتم ضبط فساد كتير فيه. لتسهيل استيلاء العضو المفوض على 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامة مشروع سكني لأعضاء الجمعية. في كمان ضبط سيدة أعمال حاولت الاستيلاء على 50 كيلو جرام من خام الذهب بقيمة 33 مليون جنيه، وذلك لعرضها مبلغ 1,750,000 على سبيل الرشوة على مسؤولي تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة منطقة الصحراء الشرقية. رقابة الإدارية النهاردة كمان طبقا للبيان بتاعهم قاموا باسترداد 1.5 مليون جنيه من مسؤولي الحسابات بمستشفى تعليمي لإحدى الجامعات الإقليمية. حصل كمان ضبط مسؤول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مؤيسة هندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكني من مبلغ 180 إلى 87,000 جنيه. تم كمان ضبط مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية متلبسا برشوة 55,000 جنيه مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح إحدى الشركات. آخر حاجة، تم ضبط مأمور جمرك بمطار القاهرة واثنين من مهربي الأدوية لتقاضي الأول 100,000 جنيه على سبيل الرشوة لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل غير خالصة الرسوم الجمركية ب6 ملايين جنيه. تمام؟ استكمالا للقضية دي، الأول أنا البيان بتاع الرقابة الإدارية أنا بفضل استعراضه ليه؟ لأنه الحقيقة الفساد في مصر متنوع ومزدهر، يعني تلاقوا ليه أنواع وأشكال ومستويات كتير، وأعتقد أنه بيانات الرقابة الإدارية وقضاياها محتاجة لباحثين من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية والله يعملوا دراسة محكمة عن أشكال الفساد وسلوك الفاسدين وإيه اللي بيحصل. يعني إيه اللي بيحصل؟ صحيح أنا على يقين الفساد مش هينتهي من الحياة، لكن على الأقل الناس تحاصر هذا الفساد. الحاقا بالقضية الأخيرة اللي هو مأمور جمرك بمطار القاهرة، تم ضبط قضية برضو كبيرة لو تفتكروا، قضايا القضية برضو الضبط بتاع تهريب الأدوية. القضية دي تم خلالها قضية كبيرة ضبط 12 موظف، ال 12 دول في الشركة القابضة لمصر للطيران والجمارك. تهمتهم ايه؟ تهمتهم تقاضي رشوة للسماح بدخول أدوية محظورة للبلاد. هنا دي قضية أساسية، ويمكن اللي هنقدمه لحضراتكم الفيديو بتاعها، يعني فيديو بيسجل واحدة من مش عايز أقول ملاحم، لكن هي ملاحم فعلا. يعني الحقيقة الرقابة الإدارية بتقوم بملاحم الآن في مواجهتها للفساد، وتحية الحقيقة تحية متجددة
لهم على كل ما يقومون به. أنا هسيب حضراتكم مع الفيديو اللي بيلخص قضية اللي هم العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران بتاع تهريب الأدوية، وأطلع فاصل وأعود لحضراتكم مع ضيفي الكريم الدكتور حق الرد. حق الرد بكرة بقى يا جماعة، حق الرد بكرة، معلش معلش، حق الرد بكرة خلاص. أنا قدمت للدكتور ناجح إبراهيم وما أقدرش أتأخر عنه. أنا يمكن موضوع الشرقية يا جماعة فيما يخص حق الرد في موضوع سباق الخيول مش متأخرين عليكم والله، بس يمكن الوقت حكمنا، فأنا بعتذر للإخوة في اللي هم أطراف موضوع ضرب النار اللي حصل والخناقة اللي حصلت أثناء إحدى سباقات الخيل. هنطلع هسيبكم مع التقرير الأول بتاع الرقابة الإدارية، تحية متجددة لرجال الرقابة الإدارية، ونطلع فاصل ثم أعود مرة أخرى مع ضيفي الكريم دكتور ناجح إبراهيم.